زي ما شباب في معنا الشاشة حقت اللاند كروزر الجي اكس ار في غالب السيارات من 2008 الى 2015. طبعا الشاشة كان المشكلة معها الشاشة مكسورة. طبعا هذا الشاشة اللمسة اللي مركبة الاولى, هذه شاشة اللمسة اللي تبع زو, وهذه الشاشة اللي غيرنا لها. طبعا تم تغيير الشاشة اللمسة, التاتش موجود معنا, هذا هو الان التاتش شغال معنا. هذا هو البلوتوث, كل شيء شغال معنا, تشغل معنا ما شاء الله. تم تغيير شاشة التاتش اللي مكسورة معنا وبرمجة الشاشة مع تهيئة أبو لؤي, مركز الغرابي, الرصاص, خميس مشيت 0572 92 372 2.